طيب نحن في جولة في مدينة كفرنبودة لرصد الدمار الذي حل بها من جراء القصف الهمجي عليها لعصابات الأسد وشبيهاته. حتى المساجد بدور العبادي لم تسلم من بطش هذا النظام القصف. طال المنازل المحلات، طال كل شيء، طال البشرة والحجر والشجر. هذه المنازل سويت بالأرض تماما، هذه المنازل سويت بالأرض تماما. طبعا نحن في جولة من جميل برفقة الإعلامي من لواء الإسامة الأمريكية. أخي أبو حمد لو سمحت يعني تحكينا عن القصف العربي على مدينة كفرنبودة. قصف مستمر بشكل يومي ليلي نهاري، يعني ما في حاليا لغتي ما شفت صنع إلا قذائف نزلت على البلدية مدفعي على الأرض. الله ما شاء الله. قصف بهي اللحظات بدأ القصف. أيوه. محلات مثلا كمان مستشفيات. ما في يعني مستحيل انك تمشي مش مالك شيء، ما في منزل في بلد كفرنبودة الا انه صار القصف. يعني من هون مثلا واضح حجم الدمار وسير الله اكبر. يبدو القصف لا القصف مستمر هذا بشكل القصف هون واضح جدا. المنازل كلها سوات الارض تماما. هلا اصوات القصف اللي عم نسمعه تنزل داخل كفرنبودة ولا خارج؟ تنزل نعم على اطراف البلدي. على اطراف البلدي مثل ما قلنا بيحاولوا استهداف الطرق المؤديه الى داخل البلدي. هذا سطح منزل. الله الله الله. هذا منزل، نحن الان على سطح منزل مسوى بالارض. نحن عم نمشي على واضح حجم الدمار واضح. هذا خزان المي يعني هذا يبدو هون قصف طيران يعني قصف نعم هذا قصف طيارة. هذا قصف طيران حتى هو هذا الأخ مخزن تبن التبن نعم لأنه هو منزل على الأرض. الله أكبر قصف داخل المدينة. قصف نعم هذا هذه قذيفة سقطت داخل البلدة. طيب مثل ما لاحظ هون هاي نعم ترمي ترمي ذراعي لصاحبها مع خزان. إذا القصف اللي عملناه هم إيه؟ قصف من الحواجز المحيطة بالبلد بدون تعديل، بنغير بريديج دير حردي النحل خزانات خان شيخون الباني تل عثمان كله بيشترك بالقصف. هذا مونطاري مثل ما شايف، هذا المواطن مونطاري أساس المنزل خالص. إذن هذه مدينة كفرنبودة القصف عليها متواصل بكل أنواع الأسلحة بالمدفعية بالطيران بالراجمات. استطاع النظام أن يسوي المنازل بالأرض ولكن لم يستطيع أن ينال من عزيمة أهلها، وذلك بفضل الجيش السوري الحر فيها الصامت بداخلها وعلى مداخلها. كان معكم محمود الحومي من ريف حماة من مدينة كفرنبودة.